صباح الفل صباح الفل، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ اقول لكم ايه، النهارده ان شاء الله باذن الله عاوز افسحكم فسحه في الرايق واندردش دردشه تهمكم، لان انا كل مواضيعي بتهمكم. لو ما بتهمكش انت اللي قاعد اكيد بتهم اللي جنبك. وقبل ما احكي لك اللي يهمك واللي يهم اللي جنبك، اتمنى تعمل لايك للفيديو، اتمنى تقول تعليقك المحترم المهذب الجميل، اتمنى تشترك في القناه. انا دلوقتي يعني كل شويه اقول لكم انا رايح الشغل، انا خلاص انتوا عرفتوا يعني، عشان انا بشتغل طول الاسبوع فما بيبقاش في وقت. المهم نبدا الفيديو. عاوز احول لكم الكاميرا تشوفوا المنظر الطبيعي اللي قريب من البيت اللي احنا بنستمتع بيه جميعا كل اهالي المنطقه والمنطقه المجاوره. يلا يلا بينا. بص يا حبي، شايفين ده؟ طبعا مش خط الغاز بتاع روسيا، لا ده محطه للصرف الصحي مؤقتا عشان بيعملوا اصلاحات في الجانب الاخر. ده ما يخصناش، انا ساكن في الجانب الاخر الانحيادي، ده بتاع الجانب ده عشان ورا الحته اللي فيها الغابه دي بيعملوا الاصلاحات دي. بس بصوا الشجر عامل ازاي، جميل ازاي، ما شاء الله. بصوا حتى لونه اخضر وحلو، الشجر بيهتموا بيه جدا، حتى في بعض الاحيان بلاحظ ان هم بيرقموا هذا الشجر، يعني الشجر اللي موجود في المانيا كله مترقم طبعا. وفي ناس اقول لك ايه، ناس مسؤوله عن هذا الكلام بتاخد مرتبات فبيشتغلوا ومقسمينها مربعات، فبص تلاقي شكل جميل جدا. طيب في حاجه عاوز اقول لكم عليها، وانا راجع بالاتوبيس من الشغل امبارح لاحظت ان هم بيشتغلوا في شجر غريب كده وعمالين يحطوا حاجات وخيش وبتاع. طيب خلينا نروح النهارده نشوف الموضوع ده وصل لفين، ونكمل الفيديو بتاعي او بتاعنا عشان يبقى يومكم عسل يا ناس يا عسل. يلا بينا يلا بينا على العمل، صباح الفل. بصوا الشجر دون عاملين له ايه عشان يحافظوا عليه. من فترة كان طالع طحالب كتيرة قوي، سبحان الله جم فحتوا هنا وحطوا كيماوي وحطوا حاجات وعملوا الحاجات دي في الشجر ده كله. فسبحان الله هي دي ألمانيا زي ما بيقولوا، بتهتم بالحجر والشجر، بتهتم بكل حاجة. بصوا يعني يمكن عاملين 2 4 6 8 10 شجرات، خلصوا العشر شجرات دول. هوريكم قدام الشجر ده قبل ما يتعمل كده، يعني دي من حاجات اللي هي يعني تخليك انت تقول ربنا يخلي ضمائر الناس، لان اهم حاجة الضمير، لو مفيش ضمير يبقى عليه العوض. شفتوا بدايتهم من هناك، انا جيت ماشي لحد هنا كان كله بهذا الشكل، هيكملوا الطريق كله عشان الشجر طالع فيه عفن لونه اخضر كده، مع ان هم بينضفوا ولكن زي ما انت شايف نباتات متسلقة واشياء في الشجر تضعف الشجر، يعني هي دي وجهة نظرهم ان هم بيحافظوا حتى على الشجر اللي في الشوارع. بص الحاجات اللي طالعة دي الطحالب دي، شايف بينضفوا الكلام ده ويروحوا عاملين من الحصر ويروحوا عاملين ربطات جامدة عشان تمسك الشجرة من جميع الجناب، من الاربع جهات تمسك الشجرة تبقى زي الحديدة. وكمان في حاجة عاوز اقول لكم عليها، لما بتطلع شجرة احيانا مايلة والمايلة لازم نعدلها، بيروحوا عاملين الاعداد دي من الواير الصلب. بص شايف عاملين اربعة بحيث ان لو واحدة رخت التانية تسندها وهكذا. بص ولافين خيش، والبوس بتاعنا بتاع المصريين موجود في كل الدول العربية اللي عندها انهار. صباح الفل حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ والله لسه راجع من الشغل دلوقتي الساعة 9:10، وقاعد على محطة الاتوبيس مستني الباص يجي واروح على البيت. حاولت ان انا اخلص الفيديو اللي هو شفتوه من شوية في نفس اليوم، ولكن والله الشغل وضغطة الشغل عندي، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. المهم انتوا اخباركم ايه؟ عاوز اكمل معاكم الفيديو في دردشة عامة تخصكم لو انت متغرب او حتى في بلدك. انا ليه بنقلك هذه الصورة الجميلة دايما عن هؤلاء الشعوب؟ حتى لما كنت في اوكرانيا كنت دايما اكلمك على النظافة في اوكرانيا، الشجر في اوكرانيا، الطبيعة في اوكرانيا، النظافة في
في اوكرانيا يعني حاجات كتير قوي كنت بتكلم عنها، حتى العادات والتقاليد بتاعه الشعب الاوكراني كنت بكلم حضراتكم عنها. ليه انا بنقل لك هذه الصوره؟ انا كصاحب قناه لازم يكون لي هدف في القناه، الهدف دون ان حضرتك انت تستفاد من المحتوى، ان حضرتك تشوف حاجه جديده ممكن ما تكونش شفتها ولا هتشوفها حتى في حياتك. في ناس كتير قوي بتقعد سنين عمرها في حياتهم او على مدى حياتهم وما بيشوفوش حاجه الا اللي في بلادهم، ما يعرفوش حاجه عن حتى الدول اللي جنبهم الا لو هو بيتفرج في التلفزيون او بيشوف منظر او بتاع او بيعرف عادات وتقاليد عن هؤلاء الناس اللي هم جيرانه في نفس البلد بتاعته. فبص ليه ما بقاش عارف حاجه. انا مهمتي وواجبي ورسالتي لحضرتك ان انا انبهك. طيب الناس اللي هم بيبقوا مدربين بكلمك دايما عن ان انت تخلي بالك في الغربه، ان انت ما تعملش حاجه تغضب ربنا، ان انت ما تشربش مثلا خمور، ان انت ما تبقاش عاله، ان انت ما تبقاش واحنا عارفين الباقي، ان انت ما تبقاش زاني. الحاجات دي دايما انا بقول لك عليها. وواحد يقول لي يا خالد ما انت قلت لنا الكلام ده كتير، معلش حضرتك انت ممكن تكون سمعته كتير عشان انت راجل محترم وبتتابعني دايما، ولكن في ناس جدد ما بتبقاش عندهم الوقت ان هم يتفرجوا على باقي الفيديوهات في القناه فيشوفوا اللي هي النصائح اللي انا دايما بقول لهم عليها، فيجي هذا الفيديو في اقتراح من اليوتيوب فيشوفه. زي ما حد بيقول انا بشكر اليوتيوب ان هو اقترح لي قناتك لانه لقى حاجه عندي في القناه مش موجوده عند غيري. انا دايما بجيب لك الاخبار المظبوطه والاخبار الصح عن البلد اللي انا موجود فيها. طيب السلبيات والايجابيات دايما يا حبيبي بقول لك لو انت شايف سلبيات في مكان ما في اي حته في العالم حاول ان انت تتجنب هذه السلبيات، خد الايجابيات من كل شخص حتى في بلدك، الناس اللي هم اصدقائك في العمل، الناس جيرانك. لما تلاقي واحد في ميزات كويسة كتيرة في أشياء وحشة، الأشياء الوحشة دي سيبك منها ولكن خد منه الجانب الإيجابي أو الحاجات الكويسة اللي في حياة هذا الرجل واستفاد من الخبرات دي، لأن الكمال لله عز وجل وحده، مفيش حد في العالم كله كامل ما كامل إلا الله عز وجل أو وجه الله عز وجل. فأنت يا حبيب القلب لو هتدور على إنسان كامل أو شخص كامل زيه زيك بني آدم بيحس وبيتألم وبيفرح وبيعمل بيبيه وبياكل وبيشرب، صدقني والله ما هتلاقي اختطاطك دي حتى في شريكة الحياة. هتلاقي حتى شريكة الحياة ممكن تلاقي فيها حاجات جميلة كتير ولكن فيها خصلة أو خصلتين مش كويسين. في أحيانا أشياء ما بتبقاش مقبولة عند البشر وفي أشياء عادية جدا وطبيعية إن الناس تخطأ فيها. فأنت يا حبيبي القلب حاول تدور على الإيجابيات في كل شخص أو في بطن كل شخص واستفاد منها. انا عاوز اوريكم المنظر واوريكم الواحد قد ايه الحمد لله رب العالمين. يعني انا مش بزكي نفسي على حد، الناس كلها بتشتغل وده الشغل ده واجب وفرض على كل بني ادم، ولكن هي مراحل في الحياه. الاول ما كناش بنشتغل وبعد كده بقينا نشتغل والان برضه بنشتغل. لما بتلاقي شغل كويس ويلائم مستوى تعليمك او احلامك وطموحاتك فبتروح راشق فيه. الناس هنا في اوروبا عشان يورو زياده، مش بمعنى يورو لكن لو المرتب زياده شويه ومكانه افضل بيروح رايح وساعي ليها وبيقدم. الناس هنا بتقدم في اشغال كتيره وناس كتيره بتقدم، والناس صحاب العمل او المسؤولين عن اداره المكان هم بيختاروا الكفاءات لان هم عاوزين كفاءات مش عاوزين ناس عاله بردات لا تخرط سلطه ولا ديزني ولا تعرض ولا ترفع القرنين وربنا يكفيكم شر رفع القرون. انا بقول لك عشان انت تستفاد خليك دايما واثق من نفسك، خليك واثق من امكانيات تعليمك وخبراتك وصنعتك ومهنتك وحياتك كلها، ما تبصش للاشياء السلبيه حتى لو كانت السلبيه دي ناس هم تافهين وقاعدين في المستنقع فعاوزين يجروك في المستنقع دون انت بتضحك عليهم وبترقصهم زي ما بيقولوا. اوريكم بقى الاتوبيس ونكمل. الاتوبيس واقف اهو، المفروض ان انا هركب الاتوبيس دوت، نروح نركب الاتوبيس ونكمل على البيت وصباحكم عسل. ركبت الحمد لله الاتوبيس ومكمل على البيت دعواتكم، لان الطريق زي ما قلت لكم بياخد 45 دقيقه او 40 دقيقه على اقصى تقدير. في حاجه تانيه عاوز اقول لكم عليها بعد ما ركبنا الاتوبيس. حبيبي القلب المانيا بلد فقيره في الشجر. يعني ايه بلد فقيره في الشجر؟ يعني ما عندهمش شجر مثمر زي اللي موجود في اوكرانيا وفي روسيا. يعني في اوكرانيا وفي روسيا طول ما انت ماشي في الشارع تلاقي تفاح، تلاقي برقوق، تلاقي مشمش، تلاقي فواكه كتيره قوي موجوده في الشارع او شجر بينتج شيء تستفاد منه انت كبني ادم. ممكن تلاقي اللي هو عين الجمل او الجوز بيقولوا عليه.
فللأسف ألمانيا من الدول الفقيرة في نوعية هذا الشجر للأسف. عندهم أشجار كتيرة أوي لكنها أشجار غير مثمرة، شكلها جميل آه ولكنها غير مثمرة. نكمل الكلمتين. صباح الفل. يعني من قلب الأوتوبيس ومن هذا الموقع أتمنى إن أنت تكون استفدت حاجة، استفدت إن العبرة بشغلك، العبرة بحياتك، بتعليمك، بتدريبك، بخبراتك، بإيمانك بالله عز وجل قبل ده كله، ورضا أهم حاجة، رضا ربنا عليك. يعني أنا بقول لك الحاجات دي عشان أنت تستفاد ويبقى عندك طموح للمستقبل. أتمنى لكم يوم سعيد، أتمنى لكم كل خير، أتمنى لكم حياة جميلة وسعيدة. أتمنى لو أنت بتشوفني لأول مرة تشترك في القناة، تعمل لايك، تقول تعليقك المحترم المهذب الجميل. خلي بالكم من نفسكم يا عرب، أشوفكم على خير عشان أنا نسيت أقول الرسالة دي في أول الفيديو. صباح الفل. معلش أنا قفلت معكم الفيديو، نسيت أقول لكم إن أنا قلت اعمل لايك واشترك في القناة ويقول تعليقك المحترم المهذب الجميل. بصراحة لما بصيت في الفيديو في الأول لقيت إن أنا قلت هذه الرسالة، ما هنش عليا إن أنا أقول لكم إن أنا ما قلتش هذه الرسالة. هتسرح بعد أعمل اللايك وتعلق وتشترك في القناة. صباح الفل، معلش، يلا باي باي، تصبحوا على خير.